بعدما قيل في الحلقتين السابقتين من سلسلة حلقات رسول الله فوق الشبهات، وتناولنا شبهات حول الوحي وأيضا سماحة الإسلام، في الحلقة الثالثة والأخيرة سوف تكون مختلفة نوعا ما ولكنها في صلب الموضوع. سوف نتطرق إلى بيان النبي صلى الله عليه وآله لمنزلة الإمامة والخلافة الشرعية. لم يجلس رسول الله صلى الله عليه وآله في موضع إلا وتكلم عن أهمية الإمامة في الإسلام، وعلى مدار 23 عام يبين مكانة وعظمة الإمامة، ومن جملة ما قاله بحق الإمام: أقضاكم علي وأعدلكم علي. ويتلو آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وآية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. وقال: علي مع الحق والحق مع علي. عندما سدت الأبواب إلا باب علي فقال: ما أنا سددت بابكم وفتحت باب علي، ولكن الله فتح باب علي وسد أبوابكم. يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنك لست نبي أو لا نبي بعدي. وغيرها الكثير، حتى بين مكانة أهل البيت العظيمة بالوقوف أمام دار فاطمة عليها السلام، وقال: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة لمدة 6 أشهر متتالية. وآخرها ما قاله صلى الله عليه وآله في حجة البلاغ التي قالوا بني أمية أنها حجة الوداع، وكانت أقل رواية تقول أن الحضور كان 10,000 من الصحابة. عندها قال صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. عندها نزلت الآية المباركة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكانت هذه التبليغات وما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله مع علي هي من أهم الدوافع والأسباب لاغتياله. تعرض النبي لمحاولات اغتيال كثيرة منها. حادثة العقبة: عندما أراد اللعين وجماعة من المنافقين أن يوقعوا برسول الله من العقبة، ومنعهم عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان، وقد عرفهم حذيفة من رواحلهم، وقال حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وآله عند عودتهم إلى المدينة: قل للناس عنهم يا رسول الله واقتلهم. فقال صلى الله عليه وآله: إني أكره أن يقول الناس أن محمدا لما انقضت الحرب بينه وبين المشركين وضع يده في قتل أصحابه. وإن أهم منعطف في تاريخ الإسلام ما حدث في يوم الخميس. آه يا رزية الخميس، كما أسماها ابن عباس، عندما طلب رسول الله صلى الله عليه وآله أداته وقرطاسة يكتب للأمة كتابا لن تضل بعده أبدا، ولكن اللعين أبى وقال: إن الرجل يهجر أو غلبه الوجع، وهي قلة أدب في محضر النبي، وقال: حسبنا كتاب الله، وهذا قول باطل. اختلف الحاضرون في مجلس النبي، منهم من استجاب لطلب النبي صلى الله عليه وآله أن يكتب الكتاب، وآخرون من المنافقين استجابوا لقول اللعين أي حسبنا كتاب الله، فطردهم النبي من محضره. والمنافقون الذين كانوا مؤيدين لدعوى اللعين تآمروا ووضعوا السم لرسول الله صلى الله عليه وآله عندما مرض بمعاونة آخرين من داخل البيت. ففي رواية اللد تقول عائشة: لما اشتد بالنبي الوجع أردنا لده، أي نعطيه دواء، فأشار إلينا ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء ولددناه. وعندما أفاق قال: ألم أنهكم ألا تلدوني، فأمرهم جميعا أن يلدوا من نفس الدواء إلا عمه العباس. ومن هذا اليوم وأصبح ما يصل للعالم بعض من الإسلام المنحرف ومزيف ويعتمد على السيف وغاياته دنيوية، ولد من هذا الانحراف الحركات التي تسمى إسلامية مثل الوهابية والقاعدة وداعش وغيرها الكثير. ذكرناها لأنها معاصرة، حرفت العقائد وشوهت صورة الإسلام الحق وصورة رسول الله صلى الله عليه وآله التي بينا القليل منها في الحلقتين السابقتين. حرفوا التاريخ وقالوا رسول الله مات، ولم يقولوا استشهد، حتى يتستروا على فعلتهم. وللأسف هناك وليومنا هذا من يصدقهم بل ويقدسهم، ونالوا ما أرادوا بغصبهم الخلافة حين كان الإمام الحق والخليفة الشرعي من الله منشغلا بتغسيل وتكفين رسول الله صلى الله عليه وآله. كل ذلك بغضا من قريش في بني هاشم، وصرح في هذا البغض اللعين عند مناظرته مع ابن عباس. قال اللعين لابن عباس: أتدري ما منع الناس منكم؟ قال ابن عباس: لا. قال اللعين: ولكني أدري. فقال ابن عباس: وما هو؟ قال اللعين: كرهت قريش أن تجتمع لكم أي بني هاشم النبوة والخلافة فيجخفوا جخفا أي يتكبروا، فنظرت قريش لنفسها فاختارت ووفقت فأصابت. قال ابن عباس: أما قريش كرهت فإن الله تعالى قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ف
فأحبط أعمالهم. آهن يا رسول الله من بعدك، فإن القوم قد جمعوا الحطب على دار ابنتك وبضعتك، وأحرقوا دارها وأسقطوا جنينها، ولم يمض على رحيلك إلا بضعة أيام، وفلقوا هامة الوصي في محرابه، وسموا سبطك الأكبر، ومزقوا كبده، ومنعوه من الدفن بقربك، ورموا جنازته بالسهام، وذبحوا سبطك الأصغر، ورضوا ضلوعه، وتركوه 3 أيام على رمضاء كربلاء، وسبوا عياله.